ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المفروض النهارده ميعادنا ويوم الثلاث، المفروض كل يوم ثلاث بينزل فيديو جديد في الماركتنج على حسب التوبيك اللي بنتكلم فيه على قناه اليوتيوب. المفروض النهارده هكلمك عن بورت مهم جدا، وهو الكونتنت ماركتنج استراتيجي كريشن، يعني ازاي هتعمل كونتنت استراتيجي للكونتنت بتاعك. طيب الكونتنت استراتيجي بيجي امتى بالظبط في البروسيس بتاعت الكونتنت؟ هو بيجي في البدايه خالص، بعد ما بتفهم بتاع السوشيال ميديا محتاج ايه بالظبط، او الديجيتال ماركتنج بلان بتقول ايه على الكونتنت، او السامبل اوف كونتنت بتاعها رايح فين، او محتاجين يعملوا كونتنت يودي رساله معينه او يشتغل على رساله معينه. طيب بعد ما بتفهم ده، المفروض بتعمل كونتنت استراتيجي بحيث ان انت تبني بعدها الكونتنت كلاندر بتاعتك، وتبتدي تنفذ الكونتنت كريشن بتاعك، وتبتدي بعد كده تخش في ريفيو بقيه البروسيس بتاعت الكونتنت. طب المفروض النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الجزء بتاع الكونتنت استراتيجي، يعني انت المفروض بتعمل استراتيجي للكونتنت بتاعك. طيب هتعمل استراتيجي ازاي؟ اول حاجه لازم تكون عارف، الجزء بتاع الكونتنت، او الجزء بتاع البرودكت او السيرفيس او الحاجه اللي انت هتتكلم عنها. انت دلوقتي هتتكلم عن منتج جديد، ولا هتتكلم عن خدمه معينه، ولا المفروض الاوبجكتيف بتاعه الشهر ده هتتكلم في ايه؟ والله لا، احنا محتاجين نعمل اويرنس عن منتج جديد، او محتاجين ان احنا نشتغل على increase sales لمنتج جديد، عايزين نبيع منتج جديد، او هنشتغل على ان احنا محتاجين نوعي الناس اكتر بمثلا مجال معين او جزء معين. طب تعال بقى نفترض او نطبق او ناخد كيس حقيقيه احنا شغالين عليها. انت دلوقتي المفروض ان احنا المفروض السوشيال ميديا تيم، او اللي مسؤول عن السوشيال ميديا، هيبتدي يشتغل ان هو يعمل اويرنس عن نوعيه الدبلومات اللي احنا بنقدمها الجديده، والا وهي دبلومات التسويق لكل مجال. يعني كل مجال المفروض لدبلوم التسويق، دبلوم التسويق عقاري، دبلوم التسويق طبي، دبلوم التسويق للسيرفيس، دبلوم التسويق للاي كوميرس. كل مجال وكل بزنس لوحده او اندستري لوحدها يكون ليها كورس تسويق، بياخد من الاول خالص، من اول الماركتنج بيزك لحد ما تعمل امبلمنتيشن عشان تحقق نتائج ما يتناسب مع الاستراتيجي بتاعت الاندستري دي، وطرق الامبلمنتيشن الناجحه اللي فيها بناء على او بيست اون على التجارب اللي احنا بنمارسها وبنشتغلها في المجال. طب دلوقتي تعالوا بقى نخش في الكونتنت استراتيجي. خلاص فهمنا المفروض البيزنس ده محتاج ايه، او محتاج يشتغل على ايه. دلوقتي احنا محتاجين نعمل اويرنس على المنتج بتاعنا، محتاجين نعمل اويرنس على السيرفيس الجديده اللي احنا هنشتغل عليه. طب ده المفروض مين هيعمله؟ والله احنا عندنا في التيم احمد المفروض هو اللي هيعمل ده. طيب ده المفروض مسؤول منه يكون مثلا خلصها امتى؟ مثلا المفروض ان هو يكون خلصها يوم مثلا 10 10 مثلا، في يوم 10 10 يكون خلص الكونتنت ده، او يكون خلص الكونتنت. مين هيراجع معاه الكونتنت، او اللي هيدوله ابروف على الكونتنت ده؟ المفروض والله المدير بتاعه محمود، احمد، محمد، ايا كان مين المدير بتاعه. خلاص احنا عرفنا الجول ايه، ان احنا عندنا هنشتغل برودكت اويرنس على مثلا الدبلومه الجديده، مسحنا الدبلومات الجديده، تمام، المفروض هنشتغل عليها اورنس، تمام، الدبلومات الجديده، تمام، دي المفروض هنشتغل عليها ايه، اورنس. طيب خلاص احنا خلاص عرفنا الاوبجكتيف ايه، خلاص عرفت الاوبجكتيف ايه. هل ممكن يكون في اكتر من اوبجكتيف؟ ممكن يكون في اكتر من اوبجكتيف للكونتنت بتاعك خلال الشهر او خلال الكوارتر، على حسب ايه الوقت اللي انت هتشتغل عليه. طب والله خلاص احنا حددنا الاوبجكتيف، طب الكونتنت بتاعك المفروض هتمشي ازاي؟ الكونتنت بتاعك المفروض ليه مسج معينه، انت دلوقتي ليك مسج معينه محتاج توصلها للناس. الكونتنت اللي انت هتكتبه ده ليه مسج. طب المسج دي هتكون عباره عن ايه؟ ان احنا شغالين على دبلوم التسويق لكل مجال، دبلوم التسويق لكل مجال، دي مسج معينه محتاج الناس تفهمها، محتاج الناس تعرفها وتاخد بالها منها، وتفهم ان كل مجال ليه كورس معين خاص بالموضوع. طيب المفروض المسج، او هنحكي ده في ستوري للناس، المفروض ان انا هكتب كونتنت مش مجرد تكست سطر والتاني وخلاص، انت في ستوري معينه هتبتدي تحكيها للناس. احنا المفروض هنفهم الناس الدبلومه، بعد ما نفهمهم الدبلومه
على مدار الكونتنت بتاعنا، او نفهمهم الفكره، نبتدي ان احنا نوضح لهم ان انت تقدر تستفيد معانا، ولو مش تقدر تستفيد او لما تيجي تشتغل معانا في الدبلومه، احنا عشان متاكدين ان انت هتستفيد من الدبلومه دي، لو لقيت نفسك ما استفدتش استرد الفلوس تاني اللي انت هتاخدها. فده هيدي تراست للناس والموضوع هيعلم معاه بشكل كويس. تمام، يبقى دي خلاص انا وضحت المسج اللي هوصل بيها الاوبجيكتيف للناس، والستوري اللي انا هشتغل عليها في المسج دي. تمام، طيب انت بعد كده خلاص فهمت الجزء ده وعرفت انت هتشتغل على الجزء ده ازاي، هتوصل المسج بتاعتك ازاي والتفاصيل بتاعتها، بعد كده المفروض هتشتغل على الكونتنت بتاعك. المفروض لما تيجي تشتغل على الكونتنت تبقى عارف ان الكونتنت ده يا اما هيضيف حاجه جديده للناس، او ما يضيف لهم معلومه جديده، او ان هو هيبتدي يشيل من عندهم معلومه معينه، او مثلا انت دخلت في كرايسيس، مثلا الناس بتتكلم عنك مثلا بحاجه مثلا مش كويسه، او في نيجاتيف بوينتس، فانت حابب تعدلها، فبتبتدي تشتغل ان انت تدليت فكره معينه من عند الناس. انت والله هتابديت فكره معينه عند الناس، في تكنولوجي جديده نازل في مجال معين، خلاص يبقى انت هتابديت فكره عند الناس. فانت دلوقتي الكونتنت بتاعك هيضيف ايه للناس؟ وهياكد على الناس بمعلومه معينه، ولا هيدليت من عندهم معلومه معينه، ولا هيضيف لهم معلومه معينه؟ طب يعني ايه المعلومه اللي انت هتديها لهم هتفيدهم في ايه؟ او هتشتغل على انهي جزء؟ ان هي تضيف لهم حاجه جديده، ولا هتحذف من عندهم معلومه هم كانوا شايفينها عامله غلط، ولا المفروض ان هي هتسيب من عندهم معلومه ان احنا اوريدي مثلا البرودكت بتاعنا اوريجينال او ايا كان؟ لا والله، طب في التطبيق على الاكزامبل اللي معانا، احنا المفروض انت هتستفيد من الدبلومه دي استفاده عمليه، وهتشتغل بشكل عملي بالتسويق على برودكت حقيقيه او على سيرفيس اللي انت بتقدمها على حسب البزنس بتاعك. طيب وايه المفروض ان انت تطبيق عندهم ان في اتجاه جديد للتعليم في مجال الماركتنج ككورسز او كدبلومات؟ وبعد كده المفروض ان انت هتدريد من عندهم فكره ان انت ما ينفعش ان انت تدخل مجال الماركتنج من خلال التسويق الالكتروني، تروح تتعلم سوشيال ميديا كامبينز، او تروح تتعلم جزء الكونتنت كريشن دايركت من غير ما تكون انت معاك البيزكس بتاعه الماركتنج نفسها. طيب المفروض ان انت هتشتغل على ده على مدار كام بوست؟ والله المفروض ان انا بشتغل على ده عندي الصفحه او الاكونتس بتاعتي بتقول ان الناس بتستقبل الكونتنت كل يوم مثلا الساعه مثلا 12 الظهر، او ايا كان على حسب الاوديس بتاعك بيكونوا متواجدين الساعه كام. والله المفروض ان انا هشتغل على بوستس 3 ايام في الاسبوع، فالمفروض ان انا خلال الشهر هشتغل على 12 بوستس خلال الشهر. طب المفروض هتعمل امبلمنتيشن على ايه، او البوستنج هينزل على ايه؟ والله احنا هنشتغل على فيسبوك وانستجرام. طيب انت بعد كده بتشوف الكونتنت ورك فلو بتاعك هيمشي ازاي، هل انت هتشتغل وتفولو اب على فيديوز، ولا هتفولو اب على صور معينه عشان توضح بيها مع مدار الوقت انت المفروض هتوضح ده ازاي؟ بعد كده المفروض الديت بتاعك المفروض هتبتدي امتى، وبعد كده البراندنج بقى انت هتشتغل من انهي براند بالظبط، او البراند اللي انت المفروض هتشتغل منه ايه بالظبط، لان احنا دلوقتي عارفين ان انت لازم تشتغل، مش كل الشركات عندها براند واحد او بيج واحده او اكونتس واحده او ويب سايت واحده، بيكون على حسب البراند، لان البراند دلوقتي بقى يتعمل من خلال البرودكت، مش من اكتر من انه من خلال البيج. طب جزء البراندنج بقى يعني خلاص ده البراند، البراندنج بقى والله احنا كبراندنج هنشتغل من على الاكونت بتاعك مثلا مستر محمود، والمفروض ان احنا عاملين له وجهه براندنج معينه بنوجهها للناس، والفويس ستايل بتاعنا او الفويس تون بتاعنا هيكون فريندلي مع الناس، والمفروض هنشتغل على تواريخ المحاضرات والفاليوز اللي بنقدمها، ان احنا بنقدم ان انت هتشتغل بطريقه عمليه اكتر جوه المجال وجوه الاندستري نفسها، بما يتناسب مع الاستراتيجيات اللي بتشتغل جوه الاندستري نفسها. طيب بعد كده المفروض ان انت هتشتغل على الكي ووردز، جزء بقى جوه مهم جدا جوه الكونتنت، انت التارجت اودينس بتاعك مين؟ البرسونا مين؟ والله احنا مترجتين الطلبه، مترجتين الناس اللي محتاجه تشتغل مثلا في المجال، مترجتين الناس اللي اونرز لشركات معينه جوه المجال، وعلى حسب البيرسونالز اللي انت هتشتغل عليه. طب انت دلوقتي كبيست
للـ SEO براكتس بتاعتك. والله الناس بتدور، محتاجين كورسز، محتاجين دبلومه، محتاجين كذا، وايه اللي الناس بتتكلم فيه جوه الاندستري دي. طيب بعد كده المفروض هتشتغل على الكي ووردز بتاعت المجال. انت والله المجال اللي شغال فيه ليه كي ووردز، ايه الكي ووردز عشان لما تيجي تعمل كونتنت بابلش تشتغل بيها وتضيفها جوه الكونتنت بتاعك. تمام، ده كده الجزء بتاع الكونتنت استراتيجي بكل البروسيس بتاعته بكل التفاصيل بتاعته. لو انت البروسيس دي حاجه وقفت معاك تقدر ترجع لي تقول لي انا في نقطه مش واخد بالي منها، او في نقطه عايز اسال عليها محتاج التمبلت دي عشان نطبق عليها، برضه مفيش اي مشكله. كده كده بننزل تمبلت دايما كل يوم سبت واربع، فتقدر ان انت ننزل لك التمبلت دي وتبتدي تشتغل عليه. ده كان الفيديو بتاع النهارده، اشوفكم يوم الثلاث الجاي، وكل يوم ثلاث من كل اسبوع علشان فيديو جديد يوضح لك مفهوم معين في الموضوع.